لا تعليق، لا تعليق، لأن اليوم إذا الواحد علق ينوخذ عليه مأخذ، وأنا إنسانة ما أحب ينوخذ عليه مأخذ. لكن أحياناً تصرفات وتصريحات البعض بيستفز بثينة وبتعبر عن انزعاجها على سنابها الخاص. خلي أعمالك تتكلم عنك، خلي نجاحاتك تتكلم عنك، خلي حب الجمهور وحجمه الكبير هو اللي يتكلم عنك. النجاح عمره ما كان انك انت تطلع وتقول انا عيب فشلة، انا احس فشلة. وما اكتفت بهالكلام وعبرت عن اعجابها بشخصية نهى نبيل وطريقة تصرفاتها وكلامها عن نفسها. جد احترم اللي هي قاعدة تقدمه، او احترم الكونتنت اللي قاعدة تقدمه، واحترم عقليتها، واحترم احترامها جمهورها. إنسانة ذكية، يمكن كون إن أساسها كان إعلامي صارت تعرف شلون تتعامل مع الناس. وهالكلام اللي انتشر من أسبوع على السوشيال ميديا كان بعد حلقة خلود مع صالح الراشد، واللي صرحت فيه بأمور كثيرة من بينها إنها الفاشينيستا الأولى في الخليج. أنا وبكل ثقة. وعشان كذا الكل ربط كلام بثينة كرد على خلود، وهي بتوضح الموضوع حصريا للترندينج. أنا تجمعني بدكتورة خلود علاقة جدا طيبة، وأبدا ما قصدتها في كلامي، لأن البنت محبوبة من كل الناس، ما حد يختلف على حبها. الظاهرة هي الغلط، أنا ما أتكلم عن شخص، أنا أتكلم عن ظاهرة. وأكيد الناس تتفق معاي على أن خلي الناس تتكلم عن نجاحك، وهم أرجع وأقول أن الناس ما تختلف على نجاحها، لأن ما شاء الله عليها شخصية جدا ناجحة. لكن الواضح إن تصريح خلود استفز أشخاص آخرين، عشان كذا مي العيدان سألت دانا طويرش عن رأيها بكلام خلود. لا أنت ليش متهارشة مع خلود؟ لا شيء ثاني. أوكي أنا أول شيء أرجع وأقول لك ليش مرات الأشخاص يلومون الضيف ما يلومون المذيع؟ المذيع هو سأل هالسؤال، يعني هذا رقم واحد، هذا جوابي على رقم واحد. وفي الوقت اللي الجمهور فيه بيحلل كلام الفاشينيستات ومقاصدهم في طرف ثاني ما له علاقة بهالمواضيع. شوفي أنا يعني ما أقدر أقول لك إني أنا أتابع الفاشينيستات، لأن أنا من نوع اللي غير متابعة للفاشينيستات ولا واحدة. ما أحب أتابع، وأحس إن الناس اللي تسوي ضجة من لا شيء لا يعتبر نجاح.